بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد من الأدوية الهامة، وهو مالوكس بلس. مالوكس بلس هو دواء شرب أو أكياس لعلاج الحموضة. في ناس كتير بتستعمله ومتعودة عليه، الناس اللي بتعاني من الحموضة بشكل دائم. يستعمل مضاد الحموضة في المعدة، يتكون من مادتين. ايه هما المادتين؟ هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الألمونيوم. هما المادتين دول بيعملوا على معادلة حمض الهيدروكلوريك اللي بتفرزه المعدة، وده بيخفف من أعراض زيادة الحموضة المعدية. ويستخدم مالوكس بلس في علاج حموضة المعدة وارتجاع المريء والانتفاخات وآلام القرحة المعدية والإصنعاش. أول حاجة نتكلم عليها ايه هي مكونات مالوكس. مكونات مالوكس يحتوي على مجموعة من المضادات الحموضة اللي بتساهم في التخفيف من تأثير الحموضة على المعدة، ويساهم في الحد من مشاكل الارتجاع المريئي، ويحتوي على المادة الفعالة زي ما قلنا هيدروكسيد الألمونيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم. ايه هي دواعي استعمال مالوكس بلس؟ يستعمل رقم واحد مضاد للحموضة في المعدة، ويتكون من هيدروكسيد الألمونيوم، ويعتبر عنصر أساسي في معظم الأدوية الخاصة بمشاكل الهضم والحرقة الموجودة في المعدة. يعالج أيضا حموضة المعدة وارتجاع المريء والانتفاخات، ويمكن الاعتماد عليه في علاج الحموضة عند السيدات الحوامل ومع حالات قرحة المعدة أو عسر الهضم. بالنسبة للحموضة، يعتبر مالوكس بلس من أكبر الأدوية التي يتم وصفها من قبل الأطباء للقضاء على الحموضة. يحتوي على فوائد كثيرة للمعدة، أهمها أنه بيعمل على تقليل الألم اللي بيحدث في المعدة وحركة المعدة، ويعتبر علاج فعال للتخلص من ارتجاع المريء، ويعالج مشاكل المعدة والأمعاء بشكل عام، ويستخدم للتخفيف من الغازات والشعور بالامتلاء الذي يشعر به بعض الناس. بالنسبة للقولون، مالوكس بلس في حالة القولون العصبي من الأفضل أن لا يقوم المريض بالاعتماد عليه كدواء للقولون العصبي على الإطلاق. هو لا يعتبر من أدوية القولون العصبي التي تقوم بالسيطرة على مشاكل القولون العصبي. الطبيب المعالج هو ما يقوم بتحديد الجرعة المناسبة من الدواء مالوكس بلس بناء على الحالة، حالة المريض والسن. بالنسبة للمعدة، يعتبر مالوكس بلس من الأدوية الفعالة بالنسبة للمعدة، وتمتلك كثير من دواعي الاستخدام. من بينها من الممكن أنه يستخدم للتخلص من مشكلة الحموضة، والأدوية الفعالة هو من الأدوية الفعالة في علاج مشكلة ارتجاع المريء، التخلص من مشكلة عسر الهضم، علاج قرحة المعدة وبعض المشاكل الأخرى التي يعاني منها المريض. من الأدوية الفعالة في التخلص من الحموضة، التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة بالإضافة للقضاء على قرحة المعدة. طيب، بالنسبة لجرعة وطريقة استعمال مالوكس سواء كان دواء شرب أو أكياس، تكون الجرعة من مالوكس بلس أكراس 3 مرات يوميا، وبعد ذلك بعد الأكل. يبقى مالوكس بلس يتم تناوله بعد الأكل. تكون الجرعة من مالوكس بلس دواء شرب ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا بعد الأكل. يتم استخدام مالوكس بلس الجرعة المناسبة وفقا للخطوات التالية من قبل البالغين والأطفال أكبر من 12 سنة. الجرعة الخاصة بالدواء اللي هو دواء الشرب عبارة عن ملعقة كبيرة، ملعقة طعام، 3 مرات في اليوم. بالنسبة للفوار، تكون الجرعة اللي هو الأكياس، تكون الجرعة عبارة عن كيس واحد مرة أو مرتين في اليوم، ومن الممكن أن تزيد إلى 3 أكياس حسب حالة المريض. 3 أكياس في اليوم مقسمة. بالنسبة إلى الأقراص، أيضا الجرعة تكون عبارة عن قرص واحد 3 مرات يوميا. بالنسبة، هل يتم تناول مالوكس بلس قبل الأكل أم بعد الأكل؟ من الأفضل أن يتم الاعتماد على الجرعة والطريقة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج، ولا يتم تناول الدواء قبل الأكل، ولكن يتم تناوله بعد الأكل. الآثار الجانبية وأضرار مالوكس بلس. المادة الفعالة الموجودة في مالوكس بلس والمعروفة باسم هيدروكسيد الألمونيوم
تسبب حدوث امساك، ولكن وجود هيدروكسيد المغنيسيوم المادة الثانية هو من الاشياء اللي بتسبب اسهال، لانه يعمل على ارتداء المعدة. من الممكن ان يشعر المريض بتناول الدواء بعد تناول الدواء يشعر بقيء وغثيان ودوار شديد وبعض الاوجاع في العظام. من الممكن ان يحدث للمريض طفح جلدي وحكة وصعوبة في التنفس. من الممكن ان يحدث عند بعض المرضى تورم في الوجه والشفاه واللسان. من الممكن ان يحدث عند بعض المرضى اضطرابات شديدة تحدث في القناة الهضمية. ايه هي الاحتياطات وايه هي موانع استعمال مالوكس بلس؟ يمنع استعماله في حالة المرضى الذين يعانون من حساسية زائدة لمكونات الدواء، والمكونات الدواء هما اتنين: هيدروكسيد مغنيسيوم وهيدروكسيد الومنيوم. رقم اتنين، مالوكس بلس آمن تماما بالنسبة للمرضعات والحوامل، وبالنسبة للأطفال يمنع استخدامه لمن هم دون 6 سنوات إلا بتوصية من الطبيب. وطبعا على المرضعة والحامل استعماله تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للحمل من الأفضل أن لا يتم استخدامه، ومن الأفضل أن يتم استخدام أي أدوية أثناء الحمل من قبل المرأة خلال فترة الحمل، خاصة وأنه يحتوي على مواد فعالة كيماوية زي هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الألومنيوم، وده بيسبب حدوث مضاعفات بالنسبة للجنين. بالنسبة للأطفال من الممكن أن يتم وصف الدواء قبل من قبل الطبيب المعالج إلى الأطفال الصغار عن عمر 12 سنة فما فوق، ولا ينصح بتناول الدواء قبل من قبل الأطفال بمختلف المراحل إلا بعد الرجوع للطبيب واستشارة الطبيب. بالنسبة للرضع من الممكن أن يتم وصف الدواء للأطفال الرضع، خاصة للأطفال الرضع الذين يعانون ارتجاع المريء وبعض المشاكل الأخرى، وتحت إشراف الطبيب يتم تناول هذا الدواء. من الممكن اللجوء لبدائل الدواء بالنسبة للأطفال الرضع على حسب الطبيب المعالج. سعر مالوكس بلس في مصر هو مالوكس 180 دواء شرب 180 ملي سعره 29 جنيه، مالوكس دواء شرب 335 ملي سعره 40 جنيه، مالوكس أكراز بتركيز 20 ملي جرام سعره 40 جنيه، مالوكس أكياس سعره 36 جنيه. يتوفر بالصيدليات مجموعة من الأدوية الخاصة بالحموضة أيضا، زي مالوكس زي اللي بنتكلم عليه النهاردة، وجيفاسكون وريالوكس وأسبيديان. الفرق بين مالوكس ومالوكس بلس إن هما الاثنين بيحتوى على نفس المادة الفعالة هيدروكسيد الألمونيوم وهيدروكسيد مغنيسيوم، ولكن يزيد بلس عن العادي مركب سيميكسون. في نهاية الفيديو ارجو ان انتم تدعموا القناة، واي تعليق عند حضراتكم اكتبوه اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.